خلص طبخ؟ خلص. هلا والله. اوكي قاعد اشحن قاعد اشحن. افك افك افك. هو بهالفيديو رح نلعب ماب من اعلى مابات الكوستوم زومبيز ماب تقييما ببلاك اوبس 3. ماب جدا تقييمه عالي، مصمم الماب واحد جدا معروف انه ماباته جدا رهيبه، اسم الماب اتونمنت. اجواء الماب تذكرك بمابات زومبي بلاك اوبس 1 وورد ات وور. جميع الاسلحه الموجوده بالماب مصممها صاحب الماب، مو اسلحه ماخوذه من بلاك اوبس 3 او العاب تانية، كلها اسلحه حرب عالميه تانية. وفي بركات جديده، سلاح ماب جديد، وحتى لغز وبوس فايت. فيلا خلينا نبدا بالفيديو ونلعب الماب مع بعض. طبعا يا شباب مثل ما بتعرفوا الكوستوم زومبي ماب لبلاك اوبس 3 متواجد فقط على البي سي، للاسف مو موجود على الكونسول. وكل مره العب ماب جديد اورجيكم اللابتوب اللي راح العب عليه الماب. فاليوم راح نلعب على لابتوب من اشهر لابتوبات الجيمنج المنتشره حاليا واقواها، بريديتور هيليوس 300 من ايسر. مواصفات اللابتوب على السريع: سي بي يو i7 9750، 16 جيجا بايت رام. كرت الشاشه او الجي بي يو هو انفيديا جي تي اكس 1660 تي اي اللي يعتبر جدا قوي. شاشه اللابتوب تدعم 144 هرتز ديسبلاي و3 ملي سكند ريسبون تايم، فالالعاب الشوتر اللي بدها سرعه ما راح تحس بتاخير ابدا. فيه هارد ديسك عادي وهارد ديسك اس اس دي سريع بسعه 256 جيجا بايت. اللابتوب من عند منطقه الكيبورد والماوس والشاشه ومن ورا كله مصنوع من الالومنيوم مو من البلاستيك. الشيء الوحيد المصنوع من البلاستيك هو القاعده السفليه. ومداخل ومخارج اللابتوب هي الطبيعيه اللي تجي مع اي لابتوب حاليا: 3 يو اس بي 3.1، يو اس بي سي، اتش دي ام اي، كيبل الانترنت وفتحه للسماعه واشياء اكثر. والشيء اللي يميز هاللابتوب عن غيره انه فيه شيء اسمه البريديتور سنس اللي يخليك تتحكم بكل شيء بدك اياه على اللابتوب على راحتك. ابلكيشن البريديتور سنس بيخليك تراقب النظام، تشوف اذا في شيء قاعد يحمى او لا، بيخليك تتحكم بالاوفر كلوك وتتحكم باضويه الار جي بي باللابتوب على راحتك. واخر شيء اللابتوب فيه زر او ضغطه التوربو مود، هاي بدك تلعب لعبه قويه اضغطها اللابتوب راح يشغل مراوح باقوى شيء بشكل انه اللابتوب يضل بارد ما يحمى وانت قاعد تلعب، وبالتالي ما تواجه اي لاج. اللابتوب موجود بكل دول الخليج، بالامارات موجود بمحلات جنبو، لينك الشراء بالوصف، بالكويت بمحلات اكس سايت، اللينك موجود بالوصف، وبالسعوديه بمكتب الجرير، اللينك كمان موجود بالوصف. ويلا خلينا نروح نلعب ماب الزومبي الجديد باستعمال هاللاب. اوكي شباب، فالماب مفروض يكون موجود اخر شيء، هذا اخر ماب لعبته كايا الصوره. هذا الماب اسمه اتونمنت، ما ادري شو بالعربي الصراحه. شرح الماب: Our four heroes find themselves trapped in old English mining town. What secret group 935 has been hiding there? إنه الأبطال الأربعة بيلاقوا حالهم محبوسين ب ماين شو يعني بالعربي؟ منجم ببريطانيا القديمة، وفي مقر لجروب 935 هناك. فا هولي جراكامولي، طلعوا اللودينج سكرين، لا شكله إلي لغز. وندر وولف، كيبر، الكرونوميوم، سامونينج كي، تليبوتر، لغة الابوثيكن، واللي على اليمين في ورقة فرام. والله واضح انه مسوي قصة كاملة للماب خوينا. الشخص اللي سوى هالماب اظن قلت لكم بالمقدمة، بس الشخص اللي سوى هالماب معروف انه من افضل الاشخاص اللي صمم مابات زومبي كوستوم ماب. اوكي Survive and be rewarded or live to begin and atonement. لازم نترجم atonement. الله الريلود، نفس الريلود مكريم من اوفر واتش. هاي هاي ليه سريعين؟ خلاص هاي ابي ارجع. طيب البيرك ايش نظام الماب هاد؟ واو، لا اوكي شكله لا ماب يبيله تركيز. لما اعدي منطقة ما اقدر ارجع لها. وشو هاد؟ عملة كوين، عشان ايش؟ طيب مفروض نستكشف بعد شوي. اشتري سلاح؟ لا
طب الحين لو مشوا بسرعة من وين اهرب؟ وين في مكان اهرب فيه؟ وهي العملة اللي اخذتها، هاي برستيجات الزومبي. وين سمع الموسيقى انا؟ في موسيقى سمعت، موسيقى سمعتها والله بس نسيت وين. اصوات الماب بتخوف. لازم نفتح الكهرباء. الف طيب نفتح هذاك الباب ما نقدر نفتح ولا واحد. انا ما عندي فلوس لا لهاد ولا لهاد. الانحناء بيعطيني فلوس؟ اي والله بيعطيني. هذا بكم؟ بألف. وين نفتح؟ والله ما ادري انو باب نفتح. موسيقى World War II زومبي. World War II زومبي نفس الموسيقى مستعملة الحين تذكر. هاي لا اوه حاطط طاولة لتبديل اسلحة اذا كنت داخل مع اصحابك. اوكي وهي نفس الطاولة يلي بي Dead of the Night صح؟ Dead of the Night يلي نطور فيها السلاح. دبل تاب. اوكي انا لازم سلاح، لازم اشتري سلاح. لا اكره اكره الام 1 جراند بس ما عندي حل، ما عندي حل غيره. اوه حلو ديف مشين. طيب الكهرباء؟ لا هاي الكهرباء صح؟ اوكي واضح انه الكهرباء الها خطوات مو بس هيك. طب لوين المفروض يطلع لي وين رايح هالشي؟ المفروض يكون موصل بشي. الله صوت الام 1 جراند الشيء الوحيد الحلو بالام 1 جراند الصوت. شو بيرك جديد؟ لا 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 الام 1 جراند ضعيف. ماثونية تايم. لا بس هذه شعارات الابوثكن. والله الماب يا شباب ماب ماب رهيب. انا قاعد ما قاعد اعطي الماب حقه الزومبي وراي بس الماب رهيب. لازم اشتري سلاح. حلو حلو الام 19. شو قاعد يصير ها؟ راونديش راونديش. اوكي يو اوريدي هاف ا كوين. طب وين احط الكوين؟ لو سمحتوا بدون تعليقات قليل الادب في التعليقات. طيب افتح الباب اللي ورا. ديت شوت داركري يو ماست. والله واضح انه الماب له لغز، له لغز صعب كمان مو سهل. صح انا شفت مره فيديو بسيط. اوه الكهرباء. شفت فيديو بسيط للماب. اوه ثواني ثواني. اوكي شو السلاح؟ هو شو السلاح اللي جنن وميت؟ مسدس البداية شكله خرافي لما اطوره بس بدلته للاسف. ونفك بانش. كل مكان ابواب. اوكي هالسلاح ما ادري بس مو مهم الحين لانه ابي كويك ريفايف. كويك ريفايف كويك ريفايف كويك ريفايف بسرعه بسرعه كويك ريفايف. شو الاصوات يا عيال؟ والله خايف والله خايف. الماب الماب بيك ما يخليك تستريح. ما ادري هيك الماب جوا يجيب لك
خلك دائما خايف. ما ادري كيف اقول لكم، كيف اوصل لكم المعلومه. او اقدر اشتري ماكسامو، حلو. ميول كيك، والله الماب واضح انه كبير. او في ام بي 40. وين احط الكوين؟ انت اللي بدك تكتب تعليق وسخ، شايفك لا تكتب. اوكي، اي جنريتر ثاني شغال؟ يمكن هدول للباكا بانش، ممكن للتطوير. خلي افضي الامون جراند، لان الامون جراند اللي راح ابدله ونسمع هالصوت الحلو. من كتر مو الصوت حلو طخه وريلود. خلاص زودتها مرة صح؟ حسيت قبل لحد يكتب تعليق. هولي هولي هولي، الصندوق شكله رهيب. ارحب بالريغن يا خوي، ارحب بسلاح الرجاجيل. نفتح كمان مرة؟ لا خله بعدين. انا نزلت تحت شوي. بلاك اوف 3 كان يموت اخر زومبي فيها، ذكروني كيف تذكروني، انا مو مسوي بث. ما اتذكر انه يموت اخر زومبي لو خليته نفس بلاك اوف 4. انا كنت هنا صح؟ ليش تسكر؟ لا تحت تحت تحت. مصمم اغنية لبيرك. تعرفوا شباب لما واحد يشتغل مشروع في الجامعة او المدرسة ويحط كل وجع قلبه ويشتغل على المشروع من كل حب، هذا الشخص اللي مسوي الماب كذا. مع انه ما راح ياخذ فلوس، ما في اي فائده ماديه، بس يعني شيء يحبه. خلينا نسمع اغنيه البيرك. وشو البيرك اصلا؟ فور فيول سودا ستاند، بس فاير فيول. مش للزومبي، ما قاعد يعطيني فرصه اسمع الاغنيه. الحين ما راح اشتري، ابي فلوس للجق. هاي راح تطيرني نفس ايش؟ اوه بنانا كلادا. هذا البيرك اكثر بيرك مجتمع كود زومبي عرضت، طالبوا الشركة تنزله وما نزلوا، بس نزلوه ببلاك اوبس 4 باسم ثاني، اللي هو لما تعمل سلايد اللي هو نفس بي اتش دي فلابر، بس لما تعمل سلايد يقتل الزومبي. نزلوا ببلاك اوبس 4، نزلوا واحد جدا شبيه له. بي اتش دي كان اسمه ببلاك اوبس 4 بي اتش دي شغله، ما ادري شو الصراحه. بي اتش دي سلايدر. اوكي بوكس، ان شاء الله يكون في غنيه للموت. في غنيه ان شاء الله ما يكون عليها كوبي رايت، لان يعني نبي نطلع ايش فلوس من الفيديو. شايفه مكان حلو اجمع فيه، اول ما انحشر افتح الباب اللي وراي. اخر زومبي هاد صح؟ خلاص اولي جرافيك الما اللابتوب اللي قاعد العب عليه، الجرافيك قوي والماب خرافي. اولي نعم ايش سويت؟ ليش صوت الانذار؟ في صاروخ قاعد يطلع؟ في صاروخ؟ نعم. شو ذس فكر اجين؟ مين في؟ شو قاعد يصير؟ هذا ايش؟ ابي جقر، والله ابي جقر. في واحد له هيلث. سلاح اقدر اخذ سلاح الماب؟ انا خايف اطلع فوق يطلع قدامي واحد الحين. والله الموسيقى مخوفتني، ما ادري شو هالشيء. خلنا نشوفه.
اوكي فتحت باب على الفاضي صح. هاي هاي نعم 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 نعم. ايش 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 يا خوي شو اللي شفته من شوي؟ هاي كلب ما يتدمج ما يتدمج. هاي ما اوه شكلي لازم اروح واخذ هذاك السلاح احلق دمجه. هاي هاي طيرني طير 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 طير. وين السلاح؟ وين السلاح اللي كانوا مشرينني عليه؟ انا اشوف شكله شوي. هاي 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 اسف اسف خلاص ما بيشوف شكلك. ما يهدي. هاي افتح افتح افتح. ايوه 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 هي 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 هي. لا 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 يا رب يا رب يا رب. بدلت الريجن يا الله شو اني حمار. هدي هدي ما يهدي ما يهدي. لا غير مع الري او ثلاث اسلحه. نايس نايس. تعال يا كلب تعال 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 القم. لا اي كيو 7000. طيرني 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 يا محمد. ايوه I've killed so many zombies this crap ought to be free by now. Why is the medicine always gonna taste like shit? صباح الكويك ريفايف يعني بشار اخر فرصة لك. هذا مكان كويس ما يطلع لي زومبي من اي مكان. ما في يشبه شوي شادو في ايفل. خلنا نجمع هنا شوية زومبي. نجمع فلوس واجد بعدين نروح نحاول ندور على الجقر. اوكي شباب جمعت 10000 بس قاعد اسمع صوت الانذار قاعد يرجع. رجع خوينا رجع خوينا رجع خوينا. ار بي جي ار بي جي نفس مكانه نفس مكانه نفس مكانه نفس مكانه. خلاص ضربه ضربه بس من بعيد. او باخذ هالبير اظن هذا بي اتش دي. بطل ضرب اتكلم يلا. ما ادري شو البيرك اللي اخذته المفروض بي اتش دي فلابر. الحين بتاكد. لا مو بي اتش دي فلابر. بي اتش دي فلابر هو بي اتش دي سلايدر اللي من شوي. شو الغباء اللي عندي؟ ما ادري شو البيرك اللي اخذته شو يفيد الصراحه. هذا ايش؟ والله ما ادري قاعد اخذ اي بيرك. ان شاء الله يكون جاجر. ان شاء الله يمديني اخذ اكثر من 4 بيركات. وين خوينا؟ وينك؟ تعال والله اسلخ اهلك. تعال بس الحين ما قاعد يطلع. تعال 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 ابلع. هاي هاي ما مات من ضربه. اوه شكله ار بي جيين بده. لا 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 اطلع 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 بس اطلع اطلع امك رجال اطلع. وقت على الدرع. القم يا معف. أنا آسف أنا آسف أنا آسف أمك رجال خلاص أنا آسف.
اخيرا اخيرا والله يا شباب ما في ولا ماب زومبي ببلاك اوبس 4 عايشني جو الضغط نفس هالماب والله. ما راح ما عندي سبيد ما عندي كوكا ريفايف ما راح انهي الراوند لألاقي الجكر. اوه طلع نشوف المدينة من فوق. لو اطيح من هون راح اموت صح؟ عادي مصمم الماب عادي يسويها فينا شكله وسخ. وهي دوب تانية الغنية. هذا شو البيرك؟ هذا ما شاء الله عليه مصمم بيركات كاملة له. كمان في باب. هدول لايش هدول؟ بس كذا. والله الماب ضخم. هلا والله هلا والله. لا مو اخر واحد كفو. العملة العملة اللي كانت معي حطها هنا صح؟ طيب وانحني قدام الجقر. والله انحني لك اي بندني للجقر عادي. جقر جقر اي لاف يو اي لاف يو بس لازم نطلع من هنا لازم نطلع يا جقر. موسيقى باس ترانزيت. لا لا مكان حشرة مكان حشرة. لا لازم اطلع والله. اكثر مرة احس بفائدة الريغان بهالماب من جد. الريغن الريغن شيء اسطوري. لما تكون بماب صعب راح تشوف الريغن سلاح اسطوري. لما تكون في ماب نفس ريفيليشن ولا اي اكس راح تشوف الريغن. لا اي اكس ما في ريغن. اوه البداية طيب شباب دخلت جيم تاني راح اورجيكم من الاخير راح اقص الحين اورجيكم بالنهاية. بس حسب ما فهمت انه في البداية في برستيجات فوق. لو وصلت ليفل عالي بهالبرستيجات بدون ما اهرب بالبداية راح يعطوني جائزة. راح نحاول خلنا نشوف. ما ادري صراحة كيف نظامهم. عنا انستاكل المفروض يساعد شوي الانستاكل. نحاول نعيش قدر الامكان. اخذنا اول برستيج. ما راح اهرب ما راح اهرب ما راح اهرب ما راح اهرب. بضل جنب باب الهروب. 20 ثانية. حلو 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 حلو. او طلعت بالغلط والله. Rewards are available at the reward مدري ايش. اوكي اوكي اوكي. طيب يلا خلنا نقص ونروح الى اللي كنا فيه الجيم الماضي. اوكي اوكي قبل لا نقص عرفت شو الجوائز هنا هنا فاير سيل. هي لا 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 وين وين هنا هنا في بوكس. انا ليش حظي كذا في الدنيا؟ اوكي شباب اكتشفت شغله اني اقدر احط العمله اللي اخذتها هنا. بس هذا اللي اكتشفته. اوكي اظن بتجيب لي ماكس امو او شيء. في عمله ثانيه هنا نفس الجوندلا ب الدير ايسن دراخ. ايوه بتجيب لي هديه والله كل شوي. حلو النظام. ايوه ها قاعد ينسحب. حلو. اوه خلصت هاي القطعة. حلو طلع 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 السلاح طلع السلاح مع الدبل تاب. كيف يصير فتاك؟ ادري كيف بلاك اوبس 4 ما حطوا لنا دبل تاب.
طيب شباب، انا حاليا باليوم الثاني، اي اللي شفتوه شوي كان امس، حاليا بكره اللي هو بكره تبع فيديو امس. المهم حاليا جبت سلاح الماب، لسه ما اخذته بس جمعت 3 قطع، عندي 5 بركات، عندي اسلحه قويه، اموري كلها تمام. فيلا خلينا نلعب. ببدل سلاح الماب بدل اي سلاح، بدل هالسلاح لان ابي اطور مسدس البداية، حاسس انه راح يكون قوي مسدس البداية. حطيت الاشياء، قاعد يطبخ السلاح. خلص طبخ، خلص. هلا والله. اوكي نجرب، ابي اجرب على المجموعه مو على واحد، ما بيضوى الامو تبعه. طيب بما ان ورانا زومبي واحد، خلينا نفتح التطوير 35398، لازم احط هالرقم هون 3 3 5 3 5 3 9. يا ليل حطيتها صح؟ ايه حطيتها، طلعت للعملة. ايه you already have a coin. يا ليل لازم تخلص من الكوين اللي معي. اوكي حطينا الكوين، استنى نشوف. يعرف فاير سيل، يعرف فاير سيل، يعرف فاير سيل. ابي اجرب السلاح، ابي اشوف شو يسوي. انستكن ان شاء الله ما تروح، ما راح اخذها ان شاء الله ما تروح. اوكي قبل لا احط العمله، خلني احط الرقم الثاني اللي هو المفروض 3 10 7 9. 3 10 يعني واحد. لا لا انا قاعد اطلع الرقم اللي تحت. يا ليل ايوه من اول كذا الوضع هادي. اوكي ما اقدر احط العمله، خلني اروح احط العمله اللي معي وارجع اخذها سريع. اوه راحت الانستاكل للاسف. اوكي بروح باخذ العمله على السريع وبجي على بين لا تطلع، لانه في قطعه لازم اخذها. الو هاي القطعه، نحط العمله الثانيه ونرجع ناخذ القطعه بعدين. نروح على مكان الارقام الاخير ونحطه اللي هو هون. خلنا نشوف شو الارقام بس. 14 2 9 1. ايه اوكي ناخذ العلم. اوكي نايس. باقي القطعه الاخيره، راح اطور المسدس البدائي، ما ادري حاس بيكون خرافي لما اطوره. بحط الباكا بانش هنا. هلا والله. اوكي لا بجرب سلاح الماب، سلاح الماب، سلاح الماب. حاسس انه بيطير مجموعة، خلنا نشوف. اوكي قاعد اشحن، قاعد اشحن. افك افك افك. هو اوكي لا ضعيف، لا ضعيف، لا ضعيف. ليش كذا يا سلاح الماب؟ يا ليل يا ليل. اوكي لازم ما اشحنه. لا خسرت الرشاش للأسف. أبي كويك ريفايف، كويك ريفايف. الحين طلقة طلقة كويس طلعه، بس الهول تبع اللي ما عجبني اللي هو لما يسحب 3 طلقات كلها. لا 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 لا. خلاص شباب فتحنا التطوير وطلعنا سلاح الماب، ما راح ادخل جيم رابع، ما راح ادخل جيم رابع. خلاص انا اسف، انا كنت ناوي احل اللغز بس احتاج ناس معاي، احتاج ناس معاي. صح 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 قبل انهي الفيديو
اذا ناس اذا انت شخص تلعب كوستم ماب على البي سي وودك تفوت معي بالفيديوهات هذه اللي حسوي كتير فيديوهات كوستم ماب, اترك تعليق او تكلمني على تويتر رح تلاقي اللينك موجود بالوصف. ابي ادخل مع ناس, مليت وانا العب لحالي, اصحابي اللي اعرفهم ما حد يلعب بي سي, كلها كونسول كوستم ماب بس على البي سي. فتعال كلمني على تويتر وصير ان شاء الله الفيديوهات القادمة ادخلها مع ناس مو لحالي. فاي شباب الف اليوم اتمنى يكون عجبكم, اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك. لعبنا 3 ايام بس الماب صعب, 3 ايام نهم اخر شيء شفنا سلاح الماب تعبان, اظن لو طورناه راح يكون اقوى, لان شفت له فيديو الشرح كان جدا قوي بالفيديو فشكله كان مطور. فا ايه بس كان معكم شركيه وشركه كيش كنت هاد تاني ان شاء الله, مع السلامه.